بسم الله الرحمن الرحيم. محمود عبد الشافي المحامي بالنقط ورئيس رابطة المحامين الإسلاميين. فيما يتعلق بقضية اليوم كانت قضية إعادة محاكمة المتهمين في القضية 8 سنة 98 عسكرية عليا، والمتهم فيها محمد ربيع الزواهري أخو أيمن الزواهري، والدكتور محمد عبد العزيز الجمل، محمد يحيى عبد العزيز الجمل وعادل سرحان، وعليهم الأول والثاني عليهم حكم بالإعدام، ومرجان مصطفى سالم وعليه حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 سنة، والمتهم سيد إمام وعليه حكم أيضا بالأشغال الشاقة المؤبدة. وكانت النهاردة القضية منظورة تحقيق مع الشهود هذه الدعوة، وحضر من الشهود المطلوبين فيما عدا يعني لم يحضر ضابط التحريات ولم يحضر ضابط المباحث الذي قام بعمليات القبض على المتهمين، لكن حضر شهود الإثبات المحبوسين في هذه القضية أيضا في داخل السجن، وبعض المفرج عنهم اللي تم الإفراج عنهم وقضاء العقوبة الموقعة عليهم، والجميع طبعا تعرض لتعذيب كما ذكروا جميعا أمام المحكمة العسكرية. الآن تعرضوا لوقائع تعذيب بشعة وغير عادية عشان يقولوا هذه الأقوال التي كانت يعني دليل اتهام ضدهم في القضية والسبب في صدور الحكم ضدهم. وكان من هؤلاء الشهود كل من السيد محمد ظاهر، يوسف عبد الحميد الجندي، محمود حسن محمود، يعني من الشهود الآخرين اللي جم حضروا اليوم، عبد محمد سلامة وأحمد سلامة ومبروك، محمد شوقي سلامة، ودول شهود محبوسين وعليهم أحكام، بالإضافة إلى آخر شاهد آخر اسمه عبد عصام عبد التواب ده من بني سويف. وهؤلاء الشهود شاهدوا جميعا أن المتهمين تعرضوا لتعذيب شديد جدا جدا، وأنهم نفسه أن الشهود ذاتهم تعرضوا أيضا لتعذيب، وهذا التعذيب يعني كان السبب المباشر في الإدلاء بالأقوال ضد هؤلاء المتهمين. والمحكمة سمعت حتى اليوم حتى الآن الساعة 5 بعد المغرب أو المغرب، والقرار سوف يصدر بتأجيل نظر الدعوة لسماع شهود الضباط يعني في الغالب على يوم 22 أو يوم 21/11 بعد انتخابات نقابة المحامين. طب وتأجلت ولا لسه يعني؟ القرار هيطلع، أنا بس خرجت قبل ما يصدر القرار، لكن هو هيبقى في الحدود دي اللي اتفقنا مع المحكمة. طب ممكن نوري المشاهدين كده المحكمة كده؟ نوري المشاهدين المحكمة. المحكمة هي دي مجمع القضايا العسكري. يعني وده مجمع بيجمع كل النيابات العسكرية والقضايا العسكري شمال وشرق وجنوب وإدارة المدعي العام العسكري.